بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المرضى. نعود إلى الآية الكريمة من سورة النور. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل. النبي عليه الصلاة والسلام حمل بخاتم من ختام الرسالة. Il est le sceau des révélations, des messages divins. Allah a rad al-yad al-rasoul alayhi sallallahu alayhi sallam an yu'yahmal a'az mehna wa'az dawr. Mana huwa utiya jawam al-kalam wa rubbiya ala al-amana wa wada iman ala khuluq al-azim. Fa tahmin rabbi lih al-risala أعانها ربنا على ذلك لأن الله هو أدرى بخلقه وكل من هو من مخلوق فهو ميسر لما خلق له. النبي عليه الصلاة والسلام كان مخلوق باش يكون بطل أبطل فعمل وأثقل ربي سبحانه وتعالى على الحمل لكن أعانه في كل الأمور بأسرار لا يعلمه إلا الله. لكن يقول ربي فإنما عليه حمل أي التبليغ والصبر عليه من المسلمين ومنافقين والذمة والكفار والكل بالكل. فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وأن تطيعوه تهتدوا. لحظة تقدموا على بجد بجد سيريو وأن تطيعوا هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام تهتدوا وقت تنالوا لدين الله لأنه لا هداية بدون اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام وما على رسول الله البلاغ المبين. وعلموا ان النبي عليه الصلاه والسلام جاء ليبلغ وتبليغه هو مبين يعني لا يتحمل اي انتربريتاسيون من جمش تاول لانه كل شيء واضح. التوحيد جعل الانسان الرسول عليه الصلاه والسلام من خلال القران والسنه مسؤوليه الانسان ومسؤوليه الجان نفس الشيء والعواقب مربوطة بما أنت قدمت هنا يعني هذا بلاغ مبين. إذا كان عندكم ناقشوا لكن بقصد الإيضاح بقصد اتخاذ قرار سليم ينجيكم من عذاب الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله.